ممنوع نتصور ابدا، وتاخد معها الفاونديشن والكونسيلر ويختفوا عن وجهنا. بلندر فحدد خده، حفرجيكم الفرق وراح تنصدموا. مرحبا يا حلوين، انا نجلة. موضوعنا كتير اساسي ومهم مثل كافة المواضيع، واللي هو تقنية خبز الوجه او الفيس ميكينج. كتير اوقات بسمع انه هالتقنية صعبة وبس بيعملوها الميك اب ارتست، وما بنفهم ليه بنعملها وشو الافادة منها. رح نسهل المواضيع مثل ما دايما بنعمل. اولا يا بنات، هالسوائل والكريمز اللي عم نطبقهم على وجهنا ممكن انه يتفاعلوا مع الوجه بشكل ما ويختفوا. كيف يعني؟ يعني وجهنا بيفرز زيوت ودهون إضافية، وبالتالي هالزيوت رح تكون عم تاخد مع الفاونديشن والكونسيلر ويختفوا عن وجهنا. فنحنا مشان هيك منطبق أولاً البيكينج، أوكي؟ to set everything up، لنحنا نثبت الوجه ونضمن ثبات المكياج. ثانياً، نحنا بوجهنا عنا تعابير، عنا مطارح منحب نضوي عليها ومطارح منحب ما كتير نضوي عليها، يعني قريب على الكونتورينج والهايلايت. الفيس بيكينج بيلعب دور كتير مهم بإضاءة الوجه، غير انه بيثبت كل شيء حطيناه، بيضوي الوجه وبيعطينا هيك فينش فلاولس. وهلأ اكيد during the video حفرجيكم الفرق وراح تنصدموا. بدي ضوي على شغلة بما انه كتير عم نضوي بهالفيديو. أولاً كتير بسمع كمان انه اذا بشرتي جافة يا نجلة ما لازم اعمل فيس بيكينج، وهذا شيء كتير غلط. كل انواع البشرة بيزبط عليها الفيس بيكينج، والماتيريال هي هي. لوس باودر فيكن تستخدموها لو شو ما كان نوع بشرتكم. اذا هدفك مش بس تثبيت، هدفك اضاءة الوجه، لازم تختاري لوس باودر كيف انا رح طبقها هلا بالفيديو، تكون افتح من الكونسيلر او افتح من الفاونديشن بتقريبا درجة. اما اذا هدفك انت بس تثبيت كل شيء على وجهك بلا اضاءة، بتختاري لوس باودر من لون الفاونديشن. هالقد سهل. ولنعرف اكثر رح فرجيكم هلا how to bake your face او تخبزي وجهك بالشكل الصح. هلا رح حين لكم الامور انا، وبدي تشوفوا عن جد انه ما بياخذ من وقتكم غير تقريبا 6 دقائق لتحطوه تنتروه to bake وتتخلصوا منه. اولا يا بنات، رح اعمل هالجهة baked وهالجهة بلا بيكينج، يعني انا مطبقه الفاونديشن، حطبق لكم هلا برونزر، هايلايتر، بلاش، بتشوفوا النتيجه. اما هالجهه رح طبق القصص بس مع بيكينج. لكن هالجهه طبقنا كانه خلصنا المكياج. اما هالجهه رح نبلش. رول نمبر 1، ممنوع نطبق ابدا الباودر او البودره بلا ما نكون رجعنا اخذنا البلندر وطبطبنا على الكونسيلر، لانه اكيد اكيد الكونسيلر بلا تثبيت رح يخطط. فمنطبطب ومنطبطب على الوش كله بما انه حاطين فاونديشن، واهم شيء نطبطب محل ما عندنا لاينز، يعني شفتوا هون الخطوط، كمان منطبطب محل الخطوط، شفتوا؟ هلا لنطبق اللوس باودر او البودره الحره، فينا اولا نستخدم بلندر تعطينا كفرج عالي، وعاده نستخدمها بهالمنطقه منطبق اللوس باودر تا 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 تا. ثاني استخدام بالسفنجه، كمان انا هيدا المفضل عندي، كثير تعطينا كفرج حلو وكثير سهل تطبيقها لانها حاده من كذا ميله اذا بتشوفوا، اوكي. واخر استخدام فيكن تطبقوا ببرش بهالشكل فلات برش. هلا انا عاده بطبق باسفنجة او بلندر وبرجع بتخلص من الباودر بهيك برش. بنطبق على الاسفنجة بهالشكل. اولا تحت العين بدنا نكون شوي دقيقين بهالموضوع، بنبلش من اول الانف بهالشكل، نطبق زيح وبنرجع نمشي تحت العين بهالشكل. أصلاً من أنا وعم طبق بيّن كيف بلشت قص الكونتور وإبرزه أكتر. نرجع المنطقة كمان اللي كتير مناسبة نطبق فيها بودرة الحرة هي على الخد من هون. ولا بتكون تسألوني ليه؟ لما طبق أنا لوس باودر على هالمنطقة، أولاً بكون أكيد عم ثبت الفاونديشن، ثانياً بكون عم بظهر الكونتور أكتر. أنا هلأ حطبق برونزر، صح حدد خدي
لما طبق أبيض أو إضاءة تحته بيبرزوا أكتر. وهلأ بدنا نطبق لوس باودر على المنطقة الأهم واللي هي تي زون، يعني منطبق على الجبين. بهالطريقة بنكون عم نثبت البرودكت، والأهم بنكون عم نمنع وجهنا أن يفرز هالزيوت الإضافية وبالتالي يروح المكياج. وعلى الأنف شوي. أنا كتير بحب على فكرة حط لوس باودر كهايلايتر كمان لأنه بتعطيني إضاءة. وين عنا خط حد الشفاه؟ كمان بهالشكل. وهلأ مننطر البيكينج 5 دقايق. يا بنات إذا كنتوا مستعجلين أو عندكم ظهرة سريعة بكل سهولة فيكم تطبقوه وما تنطروا تتشيلوه، لأن هو حيثبت المكياج لو ما نطرناه. بس نحن لما ننطر منكون أول شيء عم نخلي بشرتنا تشربها أكتر، أوكي، ومنكون عم نعطي الإضاءة وقت تتعطينا برايتنس أكتر. بهالوقت حكون عم طبق البرونزر. وأكيد لما تطبقوا لوس باودر إذا كنتوا حاطين كريم الأساس وبدكم تعملوا لعيون، من الضروري تطبقوا لوس باودر تحت عينكم، هيك كل شيء فول اوت من ظلال العيون او الاي شادو بيطير لما تشيلوا اللوس باودر، ما في شيء بيعلق على وجهك. وهلا من بعد ما قطع تقريبا من 4 لـ5 دقائق رح نتخلص من اللوس باودر. بنات اذا حطينا اللوس باودر وما تخلصنا منه بالطريقه المضبوطه ممنوع نتصور ابدا. لانه اذا تصورنا وكان بالصوره في فلاش حيعمل فلاش باك ومبين عن جد بقعة بيضة بقعة بيضة بقعة بيضة. فمن المهم كتير انه نتخلص من الباودر بشكل مزبوط. فببرش، اوكي، منبلش اول منطقة حطينا فيها هي تحت العين، منبلش نتخلص بهالطريقة لبرا، اول شيء لبرا كله لبرا بذات الاتجاه اللي رسمنا فيه without pressing لجوا كتير. نتخلص عن الخد، بس ما نتخلص بهالشكل. كيف طبقنا؟ شفتوا كيف بلش يبين كأنه خدنا مقصوم؟ ولا شفتوا الفرق؟ ترم ترم. لكن خلونا نشوف الفرق هلأ. تحت هالعين ركزوا معي ليكوا الخطوط قديه كتيرة. هيدا لأنه الكونسيلر ما تثبت، وأكيد أفضل طريقة لتثبيت الكونسيلر هي لوس باودر. شوفوا الخد هون ما في، يعني مش مبين ديفينيشن، مش مبين إنه أنا خدي مقصوم خدي محدد، أما هون مبين إنه مقصوم الخد، في البرونزر مبين أصغر مبين مسحوب، أوكي؟ أما هون كمان الخطوط أكيد مش قد هون. شوفوا هون during the day لما نضل عم نضحك ونعمل تعابير رح يصير عنا خط تلقائيا، اما هون بما انه مثبتينه بباودر هالخط ما حيظهر ابدا. وغير هيك it's flawless هون، بين هيك كله مدموج مع بعضه، اما هون وهيك بتكون خلصت حلقتنا لليوم. ان شاء الله تكونوا حبيتوها واستفدتوا منها. وقبل ما تفلوا ما تنسوا تعملوا سبسكرايب لكل شخص جديد وتفقسوا على زر الجرس لكل ما ننزل فيديو دغري تحضروه. باي.